ومن العائدين ومن الفائزين. ومساء الترندات، مساء أقوى عرض من هاي كير لا يفوتكم هذا العرض، اسمه الحق أو ما تلحق، راح يبدأ من اليوم إلين ليلة العيد. ونقول مساء الترندات، يعطيك العافية أبو بديع. الله يعافيك، أهلا وسهلا. كيف العروض حق العيد؟ إن شاء الله أنها تعجب متابعينك. يلا عطنا أول عرض. أول عرض عندنا هذه المرتبة. حلو. على مقاس 180، راح تعتبر مرتبة طبية فندقية مع خاصية فصل الأوزان بالإضافة للدواعم الجانبية. أقوى عرض يا جماعة، متخيلين سعرها السابق 3750 ونزلت 1999، والآن عليها عرض إضافي 1699 ريال، الضمان 10 سنوات يا جماعة. هذا العرض اللي يسمونه ترند، اللي يبحث عن مرتبة مثل مراتب الفنادق وشيء هاي كواليتي، والعرض مجنون. أبو بديع عطني العرض القوي. عندي هذه المرتبة. أوكي. اللي حب اللي هو راحة الفنادق. أوكي. النظام الممري فوم. حلو. راح تكون العرض عندنا هذه المرتبة. شوف بالإضافة إلى هذا اللبار. أيوة. بالإضافة إلى وسيلتين فندقيات. يا سلام. طبعًا يعطيها طراوة أكثر، يحسس بشعور الغيوم. حلو. طيب المجموعة هذه كلها كانت تطلع 6650. حلو. حاليا المجموعة كلها راح تطلع 2300 ريال شاملة توصيل. 2300 ريال لباد ومرتبة وسادتين. صحيح. مجنون العرض. أبو بديع. أهلا وسهلا. على الاهتزاز. بس كل مرة نعمل على المرتبة هذه، خلينا نغير المرتبة هذه هالمرة. يعني نفس الشيء ترى، راح تخسر ولا؟ لا، عند التحدي أنا هالمرة. يلا شوف، اختار لك واحدة. المعرض مفتوح عندك. هذه. خلينا على هذه. تمام. حلو، هذه مختلفة عندك صح؟ مختلفة صحيح. حلو. راح نحط عدة ثمانية. اوكي. وانا بتحرك الجنب الثمن. تمام، شوفوا يا جماعة طبعا غرشة الماي وين موجودة؟ يلا يا أبو بديع. أها. لا ما يكفي يا حبيبي. اطلع فوق. اطلع فوق يا حبيبي، نبغى نشوف. تمام. نبغى نشوف الاهتزاز. ها. أقوى. ها. أقوى يا حبيبي. لا 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 لا. خسرنا المرة هذه بعد. بديع كم سعرها هذه المرتبة؟ كانت 4197. حلو. هذه تطلع 2308 ريال. 2308 ريال. صحيح. مرتبة طبية فندقية. طبية فندقية يا جماعة. عرض لن يتكرر يا جماعة، سرير زائد مرتبة زائد مخدة، نفر أو نفر ونص، تختار الموديل اللي تبغاه واللون اللي تبغاه ب 1099 ريال. خيارات كثيرة إلى السراير، ما شاء الله تبارك الله، أشكال وألوان وبأسعار جدا جدا مناسبة. تبدأ أسعارها من كم؟ من 1265 ريال. يعني هذا يا جماعة 1265، شوفوا شحليلة. طبعا المميز فيهم هدول إن كل قطعة لحالها، يعني في الصيانة، في التعديل، في لما تحركه تقدر تبدل، بس أي وقت ممكن تبدل الخلفية. أعطيكم الآن عرض العازل. طبعا العازل يحافظ على المرتبة، شوفوا كيف لما نسكب الماء، شوفوا كيف يتبلور. يلا نمسح أبو بديع، شوفوا بس وانتهت المشكلة يا حبيبي، حافظ على المرتبة حقك. والعرض إلى ليلة العيد، هاي كير موجود بالدمام العنود، هذا شارع الملك عبد العزيز قبل مجمع دار الصحة الطبية.